عايز اقول لكم شويه اخبار كده عن الاهلي قبل ما نروح للزمالك. موسيماني بيصعد 6 ناشئين: محمد حسام ميدو 2000، فارس طارق، ظهير ايمن 2000، احمد محمد، عبد القادر حمدي، مهاجم عبد الرحمن اشرف، واحمد سيد عبد النبي، واحمد نبيل كوكا، ومعاه محمد فخري ومحمد شكري وشادي رضوان والعربي بدر وحمزه علاء واحمد طارق، دول اساسا معاه. وهيرجع 4 لعيبه من الاداره. لو موسيماني عملها في البطوله الافريقيه خلاص انتزع قلب جمهور النادي الاهلي، انتزع حب جمهور النادي الاهلي. ما تسالونيش بقى انا معاه من اول دقيقه ليه، انا ما اعرفش، انا بحب الراجل ده، انا الراجل ده اعرفه، اشتغلت معاه في استوديوهات تحليليه. الحقيقه صادق محترم على خلق. على فكره عايز اقول لكم حاجه، موسيماني ماديا ده بقى سر يعني حاعلنه، ما اعرفش الناس تعرفه ولا لا. موسيماني ماديا مش في احتياج للنادي الاهلي، كل الاحترام للاهلي والزمالك والامور الماديه، موسيماني ماديا في منطقه اخرى تماما، وكان هناك في سان داونز بياخد ارقام كبيره جدا جدا، مش محتاج فلوس، مش محتاج الاهلي، مش محتاج فلوس الاهلي، يعني اموره هناك، بيته، اموره مختلفه تماما، ولكن هو رجل من زمان جدا يعشق ويحب النادي الاهلي دي صراحه، ولا محتاجه بقى متاجره ولا حب الكيان ولا اي حاجه. الراجل كان بيحب الاهلي شهاده لله، كان بيحب الاهلي وقعد معانا في الاستوديو وبيشكر ويقول لي كيان كبير وهو بيدرب سان داونز، فان شاء الله باذن الله يقدر يعمل اداء رائع جدا مع النادي الاهلي.